التفويش بأسهم من العمل الإيجابي. والمرة هاي يعني طلعنا على اليوم في مشروع. هلأ أكاديمية حكيم انوجدت عشان تربط سوق العمل بالأكاديمية، ندرب فيها الطلاب على السكيلز اللي بيحتاجوها حتى يبدوا بمشاريع جديدة ويطوروا على القطاع الصحي في مجال التكنولوجيا. كيف بدنا ندرس الأكاديمية؟ إيش شروط الأشياء اللي بتكون محتاجة إنه نعرف؟ المشاريع كتير حلوة، كان بدها كتير إفورت بصراحة من كل التيم اللي اشتغل من أكاديمية حكيم وكمان من الطلاب. أنا بدي أحكي مبروك للفائزين والحظ أوفر، وإن شاء الله بشارك مسابقات ثانية وبفوزوا للي ما فازوا. المركز الثالث لورمان، المركز الثاني صراحة ما كنا متوقعين، كثير انبسطنا. شعور كثير حلو بعد التعب، إن الواحد يحصل على نتيجة تعبه، الحمد لله. شعور كثير حلو صراحة.